بدأ وكلاء المواد الغذائية في الرمادي باستلام الحصة التموينية التي أضيفت لها عدة مفردات. السلة الغذائية الجديدة وبعد إقرارها من وزارة التجارة واستلامها من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع الأنبار وبمفردات غذائية أساسية بوشر بتوزيعها على المواطنين. تشاهد سير العمل تجهيز الوكلاء بالمواد السلة الغذائية وأضيفة المواد الجديدة البقوليات حمص فاصولية معجون، وإن شاء الله مستمر التجهيز الأشهر القادمة نفس الحصة إن شاء الله. فعلا حقيقة هي مواد متنوعة، لكنه نتأمل أن تكون مستمرة، يعني مو شهر شهرين وبعدين تنقطع. وتفاجأنا أنه مادة السكر قللوها، يعني نطالب بإعادة مادة السكر وإضافة مواد أخرى يعني مكملة مثل مساحيق التنظيف، يعني مواد مهمة أيضا بالنسبة للمواطن الفقير. وبعد إكمال التوزيع في المناطق الأكثر حاجة للمفردات الجديدة كالمناطق الريفية والقرى، باشر الوكلاء في المدن والأقضية بتوزيع السلة الغذائية على المواطنين تباعا، وتشتمل على الرز والسكر والمعجون والبقوليات والدقيق. الوجبة الغذائية كل ما كثرت وكل ما تنوعت تفرح المواطن، يعني يفرح بعددها وبكثرتها. شيء أكيد الأشهر السابقة كان أكو شوية بعض الخلل توزيع الغذائية، مثلا يقطع رز ويعطيك سكر، أو يقطع الزيت ويعطيك رز، يعني شلون نقول يعطيك وجبة ويبقى وجبة. هذا الشهر لا، إقبال حلو، وهذا شيء أكيد ينسب من هموم المواطن. إحنا موضوع أنه الغذائية بها أكثر من 5 أنواع، فبس عندنا نقص أنه ليش قصوا الشكر اللي هو كان كيلو للنفر، هسه صار كيلو، يعني ومدنا انه يبقى هذا اكثر، يعني على المستقبل بقية الاشهر يبقى 5 إلى 7 أنواع، فيفرحنا هذا الموضوع. السلة الغذائية في الحصة التموينية تسد جزءا كبيرا من حاجة المواطن، والسؤال هل ستستمر هذه المفردات في باقي الاشهر؟ عمر الدليم، العراقية الاخبارية، الانبار.